نعم مشاهدينا الكرام ومتابعينا الأفاضل، مشاهدي ومتابعي قناة الأيام الفضائية أينما كنتم، تغطيتنا لهذا اليوم حول تربية الدواجن ومعوقاتها هنا في مدينة الموصل. كما هو معلوم بأن حقول الدواجن في محافظة نينوى بدأت باستعادة عافيتها رغم عدم وجود أي دعم حكومي يذكر لهم، وخاصة غلق استيراد اللحوم البيضاء المجمدة، بالإضافة إلى ذلك ارتفاع أسعار الأعلاف بشكل كبير والأدوية بشكل أكبر دون أي دعم حكومي لهم. كونوا معنا في تغطيتنا لهذا اليوم لنتعرف على آلية تربية الدواجن وكذلك أبرز معوقاتهم خلال فترة تربية هذه الدواجن، فكونوا معنا. بدأت تربية الدواجن بحدود سنة 1978، كانت مدعومة كليا من قبل الدولة، كان الأدوية مجانا تنطي الدولة، وكانت كلها من شركات مرموقة مثل شركة أبجون وبير وإيلان كوبان الإنجليزية. كانت الأفراخ تجي بالطيارات، نوعية جدا ممتازة، وكان الحقول قليلة. بحكم الحقول قليلة كانت الأمراض نادر ما يصير أكو أمراض، لذلك كان نيوكاسل يلقح مرة واحدة وقنبورو مرتين وانتهى الموضوع، وكان لا أكو هلاكات لا أكو شيء، كان ماكو زخم بالتربية بهاي الحدود، كانت كل شيء مدعومة من قبل، كان كل شيء مدعوم من قبل الدولة مثل الأعلاف والأفراخ، وكانت الدولة تنطي دعم إنشاء حقول دواجن وتدفع التكلفة مال بناء حقول دواجن من قبل المصرف الزراعي في نينوى، وكانت الامور كلش اوكي، وكانت تمشي الامور بصوره سلسه جدا، وكان ابو الحقل كلش كلش مرتاح. مع مرور الزمن وشافوا الناس اكو بيها ربح، وهي التجأوا الى انشاء حقول دواجن بالمحافظه نينوى،
وكثرة مشاريع تربية الدواجن، إلى أن بمرور الزمن إلى ما وصل إليه حاليا. قبل 2003 كان اكو دعم من قبل الدولة، كانت الدولة تنطي أعلاف أفراخ وتستلم من عندك المنتوج على أساس وزن معين وتسوقها هي على حسابها، احنا ما علينا، تحسب علينا الكيلو بهلقت. وكنا جدا مرتاحين، وكان ابو الحقل مستفاد، ابو المفقس مستفاد، ابو العلف مستفاد. كان العلف من قبل الدوله، العفو، كان اكو دعم من قبل الدوله، كانت تنطينا صويا بروتين بوكتما، كان اكو بلد، كانت الدوله تدعمنا بكل شيء، بالصويا بالبروتين بالذره بالحنطه، واحنا كنا نسوي خلطات داخل معمل علف اللي موجود بالحقول. بعد وراء 2003 نتيجة الظروف اللي صارت شوية انتكست حقول الدواجن، فصار أثر رجعي بالنسبة لحقول الدواجن، لذلك نشوف الأمراض كثرت، الأعلاف صارت بمستوى جدا رديء، تاخذ العلف تشوف بالطحين خاله شعير ترتمان، يعني كل شيء تلقي به، وتلقي به التسمم اللي موجود، اما سواء افلاتوكسين او اكراتوكسين او تيتوتوكسين، اي اشكال تسمم يجوز انت ما سامع بها تلقيها بالعلاف. الافراخ كذلك اختلفت، فتروح على ابو المفقس يقول لك اني هذه الافراخ مالتي هولندي، او يقول لك اني هذه الافراخ قبرصي. تروح على ابو الحقل، انا بحكم كوني طبيب بيطري اشوف حقول، فتشوف هذا الحقل مخلي على اساس قبري وهذا قبرصي، وهذا الحقل مخلي قبرصي، لا هذا يشبه هذا الفرخ ولا ذاك يشبه هذاك الفرخ. لذلك تشوف اكو بكل شيء، اكو صار بي مع الاسف ماكو مصداقيه بالموضوع باتجاه ابو الحقل، والكبش الفداء اللي موجود بكل هذا الموضوع هو الطبيب البيطري. نجي على موضوع الادويه، الادويه اكو من ادويه بها سيطره نوعيه، يعني اقول لك اكو ادويه بها سيطره نوعيه، بس احنا كنا نحب يعني ابسط ما يكون ان اللقاحات تكون من قبل الدوله، لانه الدوله عندها مخازن مثل السابق، خاصة اللقاحات سواء كانت اللقاح الزيتية أو اللقاحات الحية، الميتة أو الحية، هذه يراد لها حفظ بدرجات حرارة معينة، ولازم يكون حفظها صارم جدا حتى أنت تنطيك نتيجة اللي مرجوة بالدجاج. أما ما تاخذها من أبو الحقل، أنا شفت والله هواية من أهل العيادات ما عندهم حتى ثلج بالثلاجة، أو حتى ما مشغل الثلاجة، أقول له ليش دكتور؟ يقول لي والله دكتور يعني شو أسوي إذا ماكو كهرباء؟ أقول له شلون يصير يعني ما عندك كهرباء؟ مو هذا يجي صاحب الحقل خطية يجي ياخذ من عندك لقاحات وبالتالي هو يوقع بيها، يقول شو أسوي؟ فيعني اكو هواية هواية أمور ما أريد أحكيها. بالنسبة للأدوية، بالنسبة للأعلاف حكيت عليها، بالنسبة للأفراخ حكيت عليها، الأفراخ همنا مو من مصر المطلوب. نجي على البيع أبد كل شيء، يعني كل اللي يجون يشترون الدجاج يستغلون أبو الحقل أبشع استغلال، لذلك إحنا إذا بقى هذا الموضوع أي شيء نضطر إحنا نسد الحقول مالتنا، لأنه ما راح نقدر نستمر بهالوضعية. يعني سبق أن قلت الأخ محمد كان عندي وجبة 15,000 فرخ، راح لي 700 بيها، دق الدجاج مالتي وزن 4 كيلوات و600 700 والى 5 وربع الى 6 ونص، وخسرت بيها 25 مليون. يعني ارجو من وزير الزراعه ومن المعنيين بالثروه الحيوانيه ينظرون بنظره عطف وابوه على اهل الحقول، لانه دي يحتضرون هذول دي يتعبون، وهذولا على الاقل اكو ثروه حيوانيه بالبلد، انتاج دواجن مو قليله بغير دول، دول تعتمد اقتصادها قسم اقتصادها على الدواجن. فاحنا نرجو من وزير الزراعه ومن المحافظ ومن الاخوه المشرفين على الثروه الحيوانيه ان ينظرون نظره عطف علينا، لانه احنا نعاني بشكل كلش فظيع من نتيجه كل ماكو مقومات مال تربية حقول الدواجن بالعراق نهائيا. يعني بيش يلا بس قول لي شغلة واحدة زينة بحقول الدواجن، غاز وايل ما ينطونه،
أفراخ نوعية رديئة، أعلاف نوعية رديئة، أدوية نوعية رديئة. ما تقول لي شنو هاي التربية مال الدواجن، شنو اللي أكو زين، شنو أكو زين بها الدواجن؟ هذه التربية مال الدواجن هسه ما تشبه التربية الدواجن اللي كانت بالسابق، اللي كانت مدعومة واللي كانت تجينا أدوية. خلي الدولة تجيب أدوية وشو ما يربحون العالم، خلي تربح، خلي تربح، هذا هم من اقتصاد للدولة. خلي تجيب أعلاف مواد أولية وتوزعها على الحقول، بس ضمن المواصفات اللي تريدها الدولة. ما يجي كل واحد يروح يستورد بكيفه ويجيب بكيفه، واحد يقول لي والله دكتور هذه ذرة، والله دكتور هاي ذرة أرجنتينية، وتطلع ذرة محلية ما أصلا مجففة. وإذا ما مجففة، أنتم مربين يعرفون إيش راح يصير، والإخوان المشرفين يعرفون إيش يصير بالحقول الدواجن نتيجة عدم جفاف الذرة. والذرة تعرفون إيش قد حساسة بالنسبة أفاتوكسين وكراتوكسين وغير وتيتوتوكسين وغير التوكسينات. فأرجو من الإخوان أن ينظرون على كل هذا الشيء بنظرة علمية، بنظرة مدروسة، حتى يوصلون النتيجة. لأنه هاي التربية هسه ما صارت تربية، أنا بالنسبة لي أحسن من غيري بهواية. أنا هذا الدجاج اللي أخذته على أساس قبرصي، والله العظيم أول يوم اللي أخذته لو بمصر، هاي مصر، وهاي مصر كانوا راحوا ورجعوه على أبو الحقل، على أبو المفقس، قالوا له أخذ الأفراخ مالتك إحنا ما نريده، ويروحون يشتكون عليه. بس هنا ماكو 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 شيء تعتمد عليه نهائيا. تروح تاخذ الافراخ، حتى لو تكرم حشم يقول بوتشه، حتى لو زباله تستلمها انت وروح ابتلي بيها، روح ابتلي بيها، يصير هلاكات. ما عندهم بالمناسبه اكو مرض مثل HHS، هذا ما يظهر بحقول الدواجن الا وراء 20 يوم. تعال شلون تحاسب ابو المفقس؟ زين، غير اكو كيس هيستوري مال، يعني اكو تاريخ تربية الدواجن الأمهات، حتى تعرف هذا ملقح HHS ما ملقح HHS. إنه صايرة كارثة بحقول الدواجن. حشوم ما أدري شو هسه HHS. أنا صار إجاني HHS بس خفيف إجاني، يعني سيطرد عليه. بس أكو حقول دواجن راحلهم من 10,000 راحلهم 8,000 خطية. يعني شنو ذنب أبو الحقل يصير بأي شيء من وراء أبو المفقس يروح يستورد أي بيضة كان يجيبه؟ فأرجو من المسؤولين على قطاع الثروة الحيوانية أن يهتمون بهذا الموضوع، لأنه موضوع حساس جدا. وثانيا هسه تعرفون صحة الدواجن لها تماس مباشر مع صحة المواطن ككل. فما يصير احنا والله هذا دجاج ونعوفه، ولا الدول المتقدمة، روح شوفوا أمريكا، روح شوفوا بريطانيا، روح شوفوا هولندا. والله العظيم من يصير مرض واحد يجون يعدمون الدجاج ويعوضون ابو الحقل. احنا يابا ما نريد هيجي، احنا نريد دعمكم البسيط ضمن امكانياتكم. ماذا نقول ادعمكم، ادعمونا دعم كامل ولو دعم بسيط حتى احنا نقدر نستمر يا اخوان. يعني شنو ذنبنا احنا ناخذ على بألفا توكسين، اكرا توكسين، تيتو توكسين؟ يعني ما وارد هذا الشيء نهائيا بغير بلدان طرها. يعني حتى بالدول النامية، هاي نيجيريا، روح شوف نيجيريا تربية الدواجن بيها، روح شوف مصر، روح شوف اي دولة، شو اي سوريا، روح شوف ايران، روح شوف تركيا، كل الدول تتقدم الا احنا الحقول الدواجن مالتنا كل ما يجي حقول الدواجن تترجع لي ورا الى ان نوصل المرحلة راح نسد الحقول مالتنا نتيجة عدم إمكانية الاستمرارية، نتيجة عدم وجود أي دعم من قبل الدولة. وإحنا ما نريد دعم، إحنا نريد جهودكم. بس لما تجي مواد للبلد تكون مدروسة، والسوق درسوا يا أخوان، درسوا. ما يصير أني أربي دجاج يكلف لي 3.25 أجي أبيعه ب 2,275 أو 2,200 أو 2,000. يا أخوان ما يصير هيك. أبو الحقل ترى يعني ده يتعب 45 يوم يلا يطلع لك وجبة، لا يشوف بيته لا ليلة ليل ولا نهار نهار. يعني على الأقل شوية من قبل الدولة، شوية دعم من قبل الدولة. شنو الدعم من الدولة؟ أحدد السعر، ما أخلي بيد هذا وهذاك، أخلي سعر ثابت للدجاج ضمن السقف المدروس اللي تقول مثلا الدجاج كلف 3.25. يا اخوان سعر الدجاج 3 و400 3.5 على الكيلو،
واستمروا بالتربية. هاي العفو، جاني والله صديق من عراقي عايش بالأردن، والله العظيم يقول اني دكتور نص الحقول دواجن اللي موجود بالأردن اني اشغلها واني اخذ الدجاج ازرها بالمزرعة واروح اوديها على السعودية، مسوي اتفاقية ويا السعودية الدجاج المزور يوديه له. طيب احنا شنو جبينا احنا؟ هو عراقي يجي هنا يسوي هيجي، ليش ما الدولة تشجع هيجي ناس حتى تجي تسوي هيجي؟ اذا يعني اذا شوفوا اكو فائض فالدولة خل تستفاد من عنده، خلي يصدر ضمن مواصفات معينة، ضمن شروط معينة، وتصدر الدجاج للخارج وابو الحق اللي يستفاد والدولة تستفاد والتاجر يستفاد. خاصة قطاع الدواجن مدى يشتغل عامل وعاملين به، كم منازل تشتغل بحقول دواجن، ابو العلاف، ابو الافراخ، ابو النجاره، ابو يعني كم ابو المزارع يجي ياخذ من عندنا، يعني كل شيء. هذا اضافه الى اهم شيء هو توفير اللحوم للمواطنين العراقيين. واحنا بالنسبه لوضعيتنا هسه وضعيه مزريه الى ابعد الحدود، ماكو واحد بالعالم كليته ماكو دعم لا من قبل الدوله، لا بالغاز ولا بالغاز ولا بالادويه ولا بنوعيه الفرخ ولا بنوعيه الاعلاف ولا كل شيء. خلي يقول لنا ابو الثروه الحيوانيه الله يسلمه ويحفظه والله يطول بعمره، خلي يقول لنا شنو المقومات نجاح الثروه الحيوانيه، سوونا للثروه الحيوانيه حتى نفتهم، لانه احنا يجوز ما نفتهم بهذا المضمار، خلي هو بهذا المضمار يفهمنا شنو اللي سووه للثروه الحيوانيه اللي موجوده بالبلد، سواء اغنام، ابقار، دواجن. يا اخوان ما يصير هيك، يا اخوان اهل الثروه الحيوانيه ككل تحتضر. والله اعرف ابو الغنم، والله مات نص الغنم لانه ماكو علف. نعم مشاهدينا الكرام، تغطيتنا متواصلة حول تربية الدواجن هنا في مدينة الموصل. كما هو معلوم كل حقل يحتاج إلى 150 مليون دينار لإنتاج الوجبة الواحدة خلال مدة التربية يتجاوز بين 38 يوما إلى 45 يوم، وأصحاب الحقول لم يتركوا بابا إلا وطرقوه لكن دون فائدة. مستمرين مع الدكتور لكي يوضح لنا آلية تربية الدواجن ومعوقات تربية الدواجن. آلية تربية الدجاج يعني ابتداء من البيض إلى المرحلة عملية الجزر، ممكن تتحدث لنا يعني بشكل يعني كيف تبدأ بعملية تربية الدجاج من المفقس بيض إلى عملية الجزر؟ نعم، بالنسبة لتربية الدواجن طبعا تربية الدواجن بصورة سريعة تتطور،
يعني تربية الدواجن مال قبل 4 سنين مو مثل هسه، وقبل 10 سنين مو مثل قبل 4 سنين، وهكذا، لأنه العالم دا يطور نوع الفرخ دا يوصل لأعلى مستويات من اللحم حتى الإنتاج يزيد. بالنسبة للدواجن، أول ما نأخذ الأفراخ نأخذها بعمر يوم واحد، نجيبها ضمن حرارة معينة هي 35 درجة مئوية لمدة 6 ساعات فقط، بعدين ننزل الحرارة إلى 34 درجة مئوية، وهذا الحرارة هي المناسبة للأفراخ، ولكن تحدد حرارة القاعة حسب نوع الفرخ. يعني الروس يختلف عن الكوب، الكوب يختلف عن الاربور ايكرز، وهكذا يعني اكو عن هابرد يختلف، كل واحد عنده مميزات وعنده درجة الحرارة المثلى اللي تقدر انت تربي دجاج. بس احنا هنا بالعراق اكثر روس 308، لذلك تكون الحرارة 34. نعم. اول ما يجي ننزل الاعلاف وننزل المي مباشره، ماكو مثل قبل كنا نخلي اعلاف ورا 24 ساعه، لا هسه من الضروري ان يكون موجود العلف قدمه من اول يوم، لانه العلم اثبت بانه الافراخ كل ما توصل للعلف باسرع وقت ممكن يكون الانتاج اوزن احسن بالاخير مما تقطع العلف على يوم اول ايام. فنجيبه اول مره ونرش على افراخ نيوكاسل عندي، وكذلك ويا مخلوط ويا الاي بي، رش فوق الدجاج بعمر يوم واحد. اول ما تجي ننزل اقفاص، رش الافراخ، بعدين نطلعها من الاقفاص نخليها تبقى هيك لمده 3 ايام. ننطيها اول يوم ما ننطيها دبس ومي، وبعدين ورا 24 ساعه راح ننطيها، او 12 ساعه ننطيها دواء زين، ننطيها دواء مناسب للحاله اللي موجوده بالافراخ، سواء موجود التهاب سره او موجود المايكوبلازما، لانه احنا شو ما قلت سابقا احنا الافراخ مالتنا ماكو من في 4 ايامنا حتى تعتمد عليها الا ما ندر، الا كم مفقس اكو يهتم بهذا الموضوع ويقول عندي من في 4. بعدين بالاخير ورا 3 ايام نجي نلقح نيوكاسل زيتي زين، وبعمر 13 يوم و14 يوم نلقح قنبورو بالمي، وتستمر الوجبه بعمر 15-16 يوم راح ننطي لقاح الاخ نيوكاسل بال، أنا يفضل رش أو تقطير بالعين، وبعدين تستمر الوجبة لنهاية الوجبة حسب الحالة المرضية. إذا عندك حالة مرضية تنطي دواء، إذا ما عندك حالة مرضية ما تنطي دواء، بس من الأفضل يكون بعمر 16 يوم 15 يوم 18 يوم تنطي 15 يوم أكثر شيء تنطي أموكسيلين والدواء مال كوكسيديا، مضاد كلوستريديا زائدا كلوستريديا زائدا كوكسيديا، ضروري واحد ينطي وقاية من هذا المرض الخطير حتى يتجنب تفاوت بالأوزان أو يتجنب الأمراض اللي موجودة الكلوستريديا والكوكسيديا. الأدوية تعطى من خلال الماء؟ الأدوية طبعا تنطيها عن طريق الماء بالتانكي، ولازم يكون التانكي ماء فريش صافي خالي من الشوائب، لانه اكو ادويه قسم من الادويه ما تشتغل بالشوائب، ما اجيب لك مثلا مثل الروفلوكساسين مثلا ما يشتغل اذا عندك مي مال بير وبي شوائب، الروفلوكساسين شد مستعمله ما راح ينطيك نتيجه. فاكو امراء اكو ادويه ما يصير تستعملها بالماي مي مال ابار اذا كان بها شوائب. فيعني ارجو من اهل الحقول ينتبهون الى الحاله، لانه ما انطي دواء وهذا هو المفروض الدواء يكون مدروس، لانه دواء سلاح ذو حدين، الدواء ده تنطيه لحاله معينه، وماكو واحد يقول لي يعني انا اتعجب من الحقول، واحد يقول لي والله دكتور هذا الدواء افخر دواء موجود بدواجن، يا بليش والله انطيته وانطاني نتيجه، انت انطيته لهاي الحاله انطاك نتيجه، يجوز غير حاله ما انطيك نتيجه، كل مرض الى دواء خاص له، ماكو دواء يشتغل على كل الحالات. المايكوبلازما تختلف عن الإيكولاي، والإيكولاي تختلف عن الستافيلوكوكس، وكذا هواية أمراض أكو حسب الدواجن مالتنا نتيجة عدم وجود من يراقب هاي المهنة
فتشوف الامراض كثرت وصارت هلاكات كل شويه بالحقول، فارجو من اهل الحقول يكون توخي الحذر من الادويه ومن اللقاحات اللي ينطوها، لانه يعني اسمع العجب على اهل الحقول، كل واحد يقول لي والله دكتور انا استعملت فلان لقاح والله ودمر دجاجي، وذاك يقول والله دكتور كان عندي نيوكاسل لقحته وراحت القاعه مالتي، والله اي وفلان شي صار فلان اجى وسوى هيك، يعني اكو خربطه كلش بالدواجن نتيجه عدم وجود رقابه من قبل الدوله على او اشراف على حقول الدواجن، خاصه احنا دوله ناميه ترى مو دوله متطوره. احنا دوله ناميه وبدايه ترى الدواجن احنا بدايه صناعه الدواجن احنا العالم تطورت بصناعه الدواجن، احنا بدنا نرجع لورا. هاي الجزائر اللي كانت بيها حقول دواجن كلها الدوله اجت هدمتها وجت شركه فرنسيه كلها سوتها جديده واكو مراقبه عليهم. احنا بالنسبه لنا دواعش جوي هدمت الحقول مالتنا وباقت اغراضنا، وبالقوه من قدرنا نسوي قاعة من القاعات، وكان عندي ابقار كلها راحت، وكان عندنا هوايه شغلات راحت، وما حكينا هنا يعني ما نقدر نسوي شنو نقدر نسوي. وراء 20 يوم تخلص كل اللقاحات، ماكو اي لقاح تستعمله نهائيا الا بما يعني الا اذا كان اكو يعني حاجه الى اللقاح يلا تستعمل لقاح، اما وراء 20 يوم فاني بالنسبه لي كل اللقاحات منتهيه، كل شيء منتهي، بس يبقى لك العلف والبريمكسات اللي تخليه بالعلف، هذا حسب المعمل العلف اللي انت تاخذ من عنده، او يعني تخلي بالماء مثلا هيدروبروتين او مالتي امينو، يعني احماض امينيه زائدا فيتامينات زائدا معادن جدا ضروريه للافراد حتى تكون صحتها كل زينه وتستمر وياك والمناعه تبقى مستمره وياك بصوره صحيحه، اما غير شيء فما يعني ما احب حتى الادويه ماكو داعي الا اذا كان عندك مايكوبلازما، لا اذا كان عندك بالبدايه مايكوبلازما لازم تنطي بعمر 25 يوم 27 يوم وقاية كورسلاخ وانتهى الموضوع، أو يعني حسب الحالة المرضية، يعني سبحان الله يعني أكو أكثر شيء ما راح يجي لك أمراض، بس إذا جدي لك أمراض لا سمح الله لازم أنت تروح تسوي سنسيبل تيست، أفضل شيء فحص حساسية، وما تنطي على فحص الحساسية. فحص الحساسية يا أخوان ما يقول لك يا دولي تستعمل، لازم تروح للطبيب البيطري هو اللي يقرر على ضوء السنسيبل تيست مالتك وعلى ضوء التشريح هذا الشيء واحد مكمل للثاني، يلا تقدر تنطي العلاج الصحيح للدجاج حتى انت تكون بالسيف سايد وتنطي نتيجه زينه للدجاج، على الاقل يساعدك بما تنقذ ما يمكن انقاذه من اسعار الدواجن ومن تربيه الدواجن. انا بعدين يصير عمليه الجزر بعد هاي المرحلة يجي بعمر 40 يوم 42 حسب الوزن اللي تريده، ب 35 يوم من الاخوان ببغداد يبيعون بكيلو 600 يعني بحدود 32 يوم 34 يوم يصير كيلو 600 يجزروه، يجي ابو المشتري يشتري من عند الدجاج. بالنسبة احنا سهنينا ولا والله احنا كبره نسوي من 3 كيلو كيلوين و750 ل 4 كيلوات، هو المرغوب بالموصل هذا. فيجون يجي المشتري نتعامل على السعر ونتفق على سعر معين ونبيع الدجاج، يشيله خلال 3 أيام 4 أيام يومين حسب السوق، ما تقدر يعني تقول كم يوم تطول بس حسب السوق.
أثناء نزوحنا إلى مناطق الجنوبية رجعنا لقينا المشروع مدمرة من قبل عصابات داعش التكفيرية. المشروع هاي قدامكم مشروع مدمر بالكامل. نريد دعم الحكومة والتعويضات مالتنا، لحد الآن أي دعم ماكو من الحكومة المحلية والمركزية. كان إنتاجنا منتج مالتنا كان فروج لحم، دجاج لحم، كنا نصدر إلى محافظات الوسطى والجنوبية. مشروع جيد جدا كانت، والمنطقة كان عايشة وممتاز. أنا عندي حاليا قاعتين مشروع متكامل، قاعتين طاقة ماله 23,000 فرخة، وعندي معمل علف، ولحد الآن مدمرة، أي دعم من الحكومة ماكو. أيام ما عانينا به من أيام التهجير منذ رجوعنا ولحد هذا اليوم لم نلاحظ أي تغيير جذري في محافظة نينوى، وخصوصا لأصحاب مشاريع الدواجن. بالنسبة لسهل نينوى، في بنينوى وخاصة في سهل نينوى مشهورة بإنتاج الدواجن، سواء كان بيض المائدة أو فروج اللحم. لذا نطالب الجهات المعنية أو الحكومية أو منظمات الحكومية مساعدة أصحاب حقول دواجن لترميم قاعة الدواجن والقيام بعملهم بشكل إيجابي، ولكن ما لاحظناه لحد الآن لم نلاحظ أي شيء ملموس لمساعدتهم وإعادة إعمار قاعاتهم للبدء بالعمل. نعم، محافظة نينوى بصورة عامة وخاصة سهل نينوى مشهورة بإنتاج فروج اللحم، قاعات مدمرة كثيرة، ولكن يحتاج إلى دعم ويحتاج إلى تعويضات. لذا تكلف أصحاب مشاريع الدواجن بالملايين، وإنما من جينا إحنا رجعنا ما لقينا كل شيء، لذا تحتاج إلى دعم. أول ما رجعنا طبعا مع الأسف والله شفنا شيء ما شايفه أحد، الحقول مهدومة، المولدات مبيوقة، الشنكو مبيوق، الحاضنات ساحبات معالب، يعني ما مخلين كل شيء، يعني بس الحمد لله الحيطان والصبة مال قاعية ما كانوا شايلينها كانت موجودة. فبدينا من نقطة الصفر بدون دعم، حاولنا أن نحصل دعم ما قدرنا نحصل دعم، لذلك بقينا قاعدين. لي قبل أني 4 أشهر 3 أشهر يلا بديت سويت قاعة من القاعات وخليت وجبات، بس تفاجأت بأسعار الدواجن بالأعلاف بالأبرح أكثرها 90% من كل تشينكو اللي عنده تشينكو كان مبيوقة تشينكو مالته، أما اللي عنده صبة فقسم الصباد مثل الأخ عطل الفيتر أصدقائي كلش، كان الصبة مالتهم كان أكو سيارة مفخخة فجروها الإخوان بالأمن لأنه ما قدروا يسيطرون عليها وراحت القاعة مالتهم، والقاعة اللقة اللي تشينكو مالتهم مبيوقة. فأكثر الحقول 90% إذا ما أقول لك 99% مهدومة، وابو الحقل شاف الويل الداين ويمين ويسار يلا يقدر يسوي حقل، بس تفاجأ بانه الحقول هسه مهما يصير انت نادر ما تربح، يعني تخلي لك 4 وجبات 5 وجبات بالسنه لو تربح لك وجبه لو ما تربح لك وجبه والباقي كلها خساره. يعني هسه السوق هسه حاليا السوق كان 275 العفو، حالياً اليوم قبل أسبوع كان ب 2,000 3,600، هسه حالياً سوق ب 2,900 3,000،
فماكو يعني احنا ما يخالف يابا خلي السوق يكون متذبذب بس ضمن يعني ضمن حدود معينه. يعني ما يصير السوق يصير ب 2275 ويصعد ل 4000. ليش ما اخلي السعر يكون متوازن وشيء معقول ابو الحقل ومعقول للمستهلك حتى يقدر ابو الحقل يشتغل. فداعش هوايه اثرت علينا وداعش نهبت كل الموليات كل شيء بالحقل اخذه. ما اعتقد ابو الحقل داعش يشيل مولده على ظهره اذا ما اكو اخوان من المنطقه اللي ساعد. صار هذول دواعش رقم اثنين اللي هم اللي باقوا اللي قدروا حاضنه. شو يسوي بيها ابو داعش؟ مولده شو يسوي بيها؟ هو يريد ينزم يروح ياخذ لك مولده؟ يعني ما قناني 200 قنينه كان عندي ولا قنينه ما بقى لي. يعني ما يعني شيء ما معقى حاضي ساحبات. كان عندي وود انجليزي هي والريموت كنترول مالتها اجيت مشيوله مبيوكه. ما يعني ماكو ما خلوا شيء بالحق المباكو ما خلوني. هذه شقاعه اللقاء مالتي اللي هسه مهدومه ونود نشوف ايش راح نسوي. بس اذا يعني حقول الدواجن صارت اي شيء واحد ما يفكر نهائيا يبني قاعه اللقاء لانه الحقول شو ما قلت تحتضر والى راح نرجع الى نقطة الصفر بدون دواجن الا ما ندر. وزارة الزراعة ما لها لا من قريب ولا من بعيد. وزارة الزراعة ما لها علاقة نهائيا ولا عبالك. يمكن اعتقد دواجن مو من ضمن الثروة الحيوانية لانه وزير الزراعة ما طلع في يوم حكى على الثروة الحيوانية على الدواجن على هذا هاي الصناعة اللي ناس تفتخر بها بغير دول واللي اقتصادات مال دول معتمدة عليها. ما فد يوم وزير الزراعة قال اخوان شنو اللي المعوقات اللي تسبب حدوث ازمات بالدواجن واللي اهل الحقول كلهم دا يصيحون يا اخوان ما يصير شو ما حد ما يسمعهم. مشاهدين الكرام ومتابعين الافاضل، كما استمعتم إلى أحد مربي دواجن هنا في مدينة الموصل ووضعنا في تفاصيل حول الواقع الحقول الدواجن وكذلك آلية تربية الدواجن وكذلك أبرز معوقات ومعاناتهم اتجاه تربية الدواجن، انعدام الدعم الحكومي لهم بالإضافة إلى كثرة الأمراض والارتفاع في أسعار الأعلاف بالإضافة إلى جشع بعض التجار من حيث استغلال السوق وبيع اللحم بحسب أهوائهم. ها قد وصلنا وإياكم إلى نهاية تغطيتنا، عسى أن نال رضاكم. استودعكم وإلى اللقاء.